أنا انطباعي دائماً إيجابي عن مهرجان القاهرة، لأنه أنا أساساً بحب شوف كل شيء إيجابي، وطالما نحن عم نقدر نعمل فن وسينما ومهرجانات بهي الظروف الصعبة فأكيد هذا الشيء يحسب جداً لصالح كل عمل فني وكل صانع فن. ومهرجان القاهرة ومهرجان عريق جداً، فأنا كثير حبيت وحبيت التوجه تبع المهرجان، حبيت اجتماع الناس لما مصر بمهرجان عم بتلم ثقافات عديدة وعم نشوف أفلام وعم نتعرف على بعض ونغير أفكار ونستفيد، كل حدا بيقدم ثقافته، فأكيد أنا انطباعي جيد جداً.